قصة المأساة التي يعيشها اليوم أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس بدأت في العام 1958 عندما توصلت 28 عائلة من اللاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم إبان نكبة فلسطين في العام 1948 إلى اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة الأنروا على توفير مساكن لها في هذا الحي. وفرت الأردن التي كانت الضفة الغربية تحت حكمها آنذاك الأرض وتبرعت وكالة الغوث بتكاليف إنشاء 28 منزلا، وأبرم عقد بين وزارة الإنشاء والتعمير والعائلات الفلسطينية من أهم شروطه قيام السكان بدفع أجور رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكان بعد انقضاء 3 سنوات من إتمام البناء. لكن حرب حزيران في العام 67 التي انتهت باحتلال الضفة الغربية بما فيها القدس حالت دون متابعة تفويض الأرض وتسجيلها بأسماء هذه العائلات. معاناة السكان بدأت في العام 1972 عندما قالت جمعيتان الصهيونيتان إنهما تمتلكان هذه الأرض التي أقيمت عليها منازل حي الشيخ جراح، وطلبت من المحكمة الصهيونية إخلاء 4 عائلات من منازلها في الحي بداعي الاعتداء على أملاك الغير دون وجهة. قررت المحكمة في نهاية المطاف أن الأرض تعود ملكيتها إلى الجمعيات الصهيونية. وفي عام 2008 تم إخلاء عائلة الكرد من منزلها، وتكرر المشهد في عام 2009 حينما تم طرد عائلتي حنون والغاوي من منزليهما، وانتقل مستوطنون للعيش في هذه المنازل بعد طرد أصحابها منها، وتم رفع الإعلام الصهيوني عليها إذانا بمرحلة جديدة لمعاناة السكان في هذا الحي. وحتى اللحظة تلقت 12 عائلة فلسطينية في الحي قرارات بالإخلاء والطرد. وفي آذار الماضي قضت المحكمة المركزية الصهيونية في القدس بطرد 7 أسر من منازلها بحلول بداية آب المقبل. أغضب القرار أهالي حي الشيخ جراح الذين خرجوا في تظاهرات بشوارع الحي للتعبير عن غضبهم ورفضهم لهذا القرار الذي يمهد الطريق لإخلاء القدس من الفلسطينيين تماما. قوبل بعنف شديد من قبل قوات الاحتلال أشعل انتفاضة جديدة في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية.